السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزل. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على يوسف بليلي بعدما عاد للتدريبات مع ناديه بريست. بليلي جاهز لمواجهة مارسيل والجماهير الجزائرية منتظرة بقوة. ما نعرفش إلى لعب، احنا ماذا بينا يلعب هذو لي بارتي راهم جايين كيما لعب البارح. فرحنا من دخل كيسمو تاعنا في غولي مع البارسا. المهم يلعب، المهم يلعب، يكسبوا وقت. خاصنا لاعبين اللي يجوا واجدين، يجوا بلا خطرة. جمال خطرة بالماضي بروحو هدرها، اش قال لهم؟ قال ماذا بيا اللعابه يجوا بلا، ماذا بينا اللعابه يجوا بلا. لا بارتيا كيما تاع في غولي ضد البارسا تعاون هذه البارتيا، تعطيه قوة تزيده. هذه هي. وإن شاهد التدريبات نادي الملعب بريست الفرنسي عودة الدولي الجزائري يوسف بليلي إلى الأجواء المنافسة بعد تعافيه من يعني بعد ما قال لك وقيل تسمم ولا ما شاء الله ما على بالي قبل مباراة لونس التي جرت السبت الماضي ضمن الجولة 27 من الدور الدرجة الأولى الفرنسية، ما جعل النجم الخضر يغيب عن هذا اللقاء. ويستعد نادي بريست لمواجهة أولمبيك مارسي الأحد المقبل ضمن الجولة 28 من ليغ 1 على الملعب يعني بمدينة بريست، وهي المواجهة التي من المتوقع أن تشهد عودة يوسف بليلي ومشاركته إثر انضمامه إلى التدريبات الجماعية لفريقه بعدما تلقى الضوء الأخضر من الطاقم الطبي بعد تعافيه من أعراض التسمم الغذائي الذي تعرض له قبل مواجهة لونس. أنا والله ما بغيتهم يربحوا نهار لونس، مكاش بلايلي بغيتهم يخسروا، ما نكذبش عليكم. خاطش علاه في نقولوا حنا نقولوا بلي بلاصته بانت، ما لعبش هو خسروا، هو ما لعبش ربحوا. وصنفت وسائل الإعلام الفرنسية هذا الخبر في خانة الأخبار السارة بالنسبة للعاب المنتخب الجزائري، على اعتبار أنه جاء في وقت مناسب كونه يسبق مواجهة بريست وأولمبيك مارسي، وهي المواجهة التي تمثل فرصة ذهبية لبليلي للرد على الانتقادات التي طالته منذ انتقاله إلى بريست خلال موسم الانتقالات الشتوية الماضية، بحسب ما أشارت إليه يعني الصحافة. وستكون مباراة مارسي خاصة بالنسبة للنجم الخضر يوسف بليلي. المهم كما يقول لك المهم يلعب، ما نحوسوا لا رد الإعداد لا رد على الانتقاد. هذه تعرض الانتقادات هي اللي خلاته يدخل مزير كما بونجع، يدخل يحوس على البود ما يمركيش، ما يدخلش طالق روحه نلعب كي تجي قدامي غادي نماركيها. على بالك يدخل كلي شغل بين يزير روحي ما يزيرش روحو، هذه هي. على يد نقولو يودي اللاعب هذا يدخل يلعب سامبل، يلعب اللعب تاعو سامبل. انا نتمنى يدخل يلعب اللعب تاعو سامبل نورمال، نورمال يدخل يلعب، راه يلعب تجي عندو البول. اذا قدامو واحد يدريب ليه يدريب ليه، قدامو واحد يسونتري يسونتري، نورمال. جا البوند جا البوند ما جاز البوند ما جاز البوند، فان دي موند ولا ما هيش نهاية العالم نورمال. ايه صحيح ما بغاتش ما بغاتش، المهم يلعب، المهم يلعب، المهم يكسب وقت يقعد يلعب. او تشوف لعابة ما عمش يلعبو. انا البارح شفت مي تفرجت في كيسموه في غولي، انا ما تفرجش بارسا ولا بصح في غولي تفرجت فيه، في غولي تفرجنا فيه سبحان الله. على هذيك نقولوا بلي يا ودي تفرح كي تشوف انت محرز، تشوف بن ناصر، تشوف ادم والناس تفرح تريح، تقول مزيان راهم يلعبوا وكم راهمش يلعبوا لك. نقص المنافسه راهي واعره، سورتو نيفو كيما تاع اللي غادي تلعب انت ماتش دو باراج. تاع الكاميرون ما غادي تشفق عليك، قوة بدنية هايلة عندهم ممالك والله ما يشفقوا عليك كاع والله. هذاك تاع ليون في بورتو والنامس تفرجت عليه في بورتو، النار تشعل ولد عمي. اوروبا ليغ لعب ربحوا 1-0 ليون، ربحت بورتو ولد عمي. لا اله الا الله وعدنا نعرفوا صح، هذاك اللي قلنا اللي قتل درسوه مليح التحركات تاوعو ولد عمي. الله يجعل لي تبليسه،
رجعت تبليسة من البيت تبليسة. هذا إذا جاك هذاك والله لا سيقومها والعب الشيطان. حنا والفنا هذيك الهضرة تاع يجب رد الاعتبار. يا ويلي خلوه يلعب. تعيش رد الاعتبار تعلمتوها أنتوما. جبتوا لنا واحد المصطلحات تاع الخليجيين تاع مصريين. لازم اعتذار رسمي، لازم نرجعوا حقنا، لازم جيتونا واحد الصوالح ما كاش كاع. هذه هضره تعلمتوها غير هنايا. اي ما كاش كاينه كاع. تعال العب ولدي العب. حنا كنا باقي نقولوا العب ولدي، مازال عاد العب، مازال قدامك لي بارتي العب ولدي. من اجل رد الانتقادات، من اجل منا، من اجل كاش انتقادات. يلعب مليح رانا نشوفو بلي يلعب مليح، ما لعبش مليح قولو انت ما لعبش مليح زير روحك وصايي. وعلاش ميني ماركي تخرج دار باس خرجتو كاع غنيتو عليها، ما لعبش مليح كاع تسكتو. لا ماذا بيا انت تهدر انا نهدر، اخر يهدر داك يهدر داك يهدر. يا خويا يخرجوا يهدروا. يا سي بلايلي مالك راك متراجع؟ بلايلي خدم راك مولي. نقانتو انا في 90 دقيقة تريبلا تريبل واحد والتقييم مكاش. همالكم هو هضروا الصح. وقالي كلمة الصح هي اللي تجيب اعداء. بصح اعداء السوء من زي يبانوا اعداء السوء. كيما روح روح اقعد تهدر بيا، روح تربح، روح اقعد تنبح مورايا، انا نمشي نتنبح مورايا. وستكون مباراة مارسيل خاصة بالنسبة للنجم الخضر يوسف بليلي بالنظر لقاعدة الجمهورية الجماهيرية الجزائرية التي يمتلكها نادي جنوب فرنسا، أين يتوقع مراقبون أن يكون إقبال الجماهير على مواجهة قوية من أجل رؤية ومشاهدة بليلي عن قرب، خاصة أن نسبة كبيرة من جماهير نادي أولمبيك مارسيل تتشكل من مشجعين أصحاب أصول جزائرية. وتسبب بليلي في حمى جماهيرية بفرنسا منذ انضمامه لنادي بريست، حيث تضاعف العدد المتتبعين. هذه شوف انا نهار اللي ولاو يقول لك البارسا تاع بريست لعبت مليون التريكو، انا نعقل درت فيديو قلت احنا بليلي نحتاجوه يلعب في الملعب ماشي في الوسائل الاعلام. نحتاجه يلعب، خاصني يلعب، ما خاصنيش انايا الباجا تاعهم مليون ولا توريه لي في لي زونترينمون. انا ماذا بيا يلعب يدخل دونتري. هذه هي وجدنا حساب رسمي بمختلف منصات التواصل الاجتماعي، كما اقبل العدد الكبير من عشاق اللعاب الجزائري على حساب وسائل الاعلام الفرنسيه على شراء تذاكر مباراه بريس بسبب وجود نجم نادي قطر القطري سابقا. وكان بليلي قد انضم الى الملعب بريست في الساعات الاخيره من فتره التحويلات الشتويه الماضيه، حيث شارك في مواجهتين كاساسي وقدم خلالها تمريره حاسمه وضيع ضربه جزاء امام ريمس قبل ان يتعرض لتسمم صحي الاسبوع الماضي وغياب عن مواجهه لونس في الدور الفرنسي. ولعب فانيك وقيل 30 دقيقه وخرج. صح هذاك خروج تكتيكي، يعني خروج اضطراري. صاحبو خرج بالحمراء، خرجوا ودخلوا ديفونسير، يعني معليش نورمال. احنا ما انا ماذا بيا كاع الا قال لك بلي قال لك راه عنده نقص في الكونديسيون فيزيك، لا بغا تلعب غير 45 دقيقة. بس انا واحد بالنسبة ليا انا قلت لكم ونعاود عليكم، قلت لكم يا ودي بلاي اللي قارع له من 7 ويز ماتش قارع له ينطلق، قال عليه ينطلق. خاصة نجي غارا ويرا كيسموه ماندي من البيتيس فيا ريال وغي اسبانيا راه روبلاص مازال ما كذبش روحو. محرز قال لهم العام الاول لايستر سيتي وكان لعاب كبير مي راح لها، وقال لهم قعدت عام بس تأقلمت. نتايا من قاطر للنيفو عالي تقول لي بلي ودي غادي يعطي في لا هذا بينا يلعب مين. انا شوف كيما هكا كو يلعب غير ميطو بزاف، غير ميطو 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 منا للفا غير ميطو ميطو بزاف علينا. كيما هكا ماتش هذا يبقاو له دو ماتش يعني نورمال يبرد بها.
هذه هي يبرد بها كيما هكا. اش قضيه لازم نحرقوا اللعاب كيما يقول لك نقارعوا نقارعوا ونشوفوا دروك اللعاب هذا نقارعوا له، حنا قارعوا له 25 هذا مكان.